دايما ببدأ ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب أشطر كتكوت متابعين قناة المشوار مع رحمة، جولة جديدة لمعرفة الأسعار قبل دخول رمضان بأمر الله في القوات المسلحة. المواطن أولا تحت رعاية القوات المسلحة. هنقل لكم مع بعض النهاردة أسعار السمنة والزيت والسكر، أهم ثلاث حاجات بتهم كل مواطن. هنتعرف مع بعض الأسعار النهاردة، والأسعار دي موجودة في كل المنافذ، يعني سعر موحد لجميع المنافذ. انا عايزه ابتدي لكم بالحاجات المهمه، مثلا سمنه الهانم او كريستال دي ال 2 كيلو عامله 170 جنيه هو مش عسكري ماشي. معانا المتطوع محمود. مع بعض النهارده على الاسعار، اهم حاجه السمنه والزيت والسكر والرز، دول اهم حاجه بتفيد دلوقتي الناس. قول لي مثلا اسعار الهانم اللي هي دي. عندك انت السمنه الهانم الكيلو عامله 95 جنيه. تعالى بس قرب عشان الصوت. عندك السمنه الهانم الكيلو عامله 95 جنيه، اللي هي الهانم وجنه وكريستال. دي عامله 95 كيلو. تمام. واللي هي الحلو. عندك الحلو ب 2 كيلو سمنه بلدي عامله 175 جنيه. تمام. واحنا قلنا اللي هي الكريستال والهانم. الكريستال عامله 170 جنيه. ال 2 كيلو. طيب ودي ايه سمنه ايه؟ دي سمنه اسمها سمنه لمتنا، كيلو ونص عامله 100 جنيه. كيلو ونص عامله، دي الاسعار موحده في جميع المنافس. موحده في جميع المنافس المواطن اولا. طيب واللي هي عجب دي؟ عندك سمنه عجب دي 2 كيلو سمنه صفراء عامله 170 جنيه. 170 جنيه سمنه عجب. نخش على الزيت بقى. الزيت اللي هو سلطان ده، ده وزن قد ايه؟ ده وزن كيلو صافي عباد شمس. كيلو صافي عباد شمس عامله 100. عامله 100. عرض الاثنين ب 200. عرض الاثنين ب 200. حلوه. عندك حلوه دي 650 جرام عامله 55 جنيه. 650 جرام عامله 55 جنيه. والسندباد. السندباد دي برضو وزن 700 جرام عامله 55 جنيه. 700 جرام عامله 55 جنيه. تمام. هي برضو هنا في سمنه وفي زي ما احنا شايفين صلصه وخل وجمال، بس انا هبدا لكم بالحاجات المهمه اللي احنا بنحتاجها. الشاي اخباره ايه؟ ربع الشاي العروسه عامل 55 جنيه. ربع الشاي العروسه عامل 55 جنيه. تمام. وشاي الكابوس ده؟ شاي الكابوس ده عندك عامل 70 جنيه الربع. 70 جنيه الربع. قلنا على شاي الكابوس ده بكم؟ ده 70. ده ب 70؟ ده وزنه قد ايه؟ ربع برضه. ربع. طيب تمام. نخش بقى الجبن عشان السحور. كل سنه وانت طيب. الجبن المثلثات. عندك انت اللي هي عندك اللي هي الثمان قطع بتبدا من معاكي من 10 جنيه. تمام. عندك انواع تانية زي اللي هي لافاش كري. لافاش كري دي عامله 22 جنيه متسعره. 22. عندك اللي هي الدبل اللي هي دورين. لافاش كري ب 22؟ 22. طب والله حلوه دي. عندك اللي هي الدبل اللي هي القطعتين اللي هي جبنه آية الصعيد عامله 20. 20 دي مش 16 قطعه. دي 16. عندك ال 24 قطعه. على فكره يا جماعه ممكن دي تستخدموها في سمبوسك مثلا او حاجه، مش شرط اللي هي تبقى ايه يعني، دي تنفع تخش في الطبيخ في الاكلات. ال 24 دي عامله كام؟ ال 24 عامله 30. 30. وعندك اللي هي ال 32 قطع اربع ادوار عامله 45 جنيه. 45 جنيه. تمام. واللي هي دومتي. عندك دومتي او ديري او حكايه الارباع عامله 15 جنيه. 15 جنيه الربع. دومتي او ديري او حكايه. تمام. جميع الاطعمه برده موجوده، يعني بالزيتون بالطماطم بالجبن كله موجود. عبور لاند. عامله معاك 22 جنيه الربع. 22 جنيه الربع. والنص. النص عامل معاك 40. النص عامل 40 سواء برضو عبور لاند. عبور لاند انما دومتي عامله 35، ديري عامله 30 النص. 35 و30. تمام. طيب واللي هي العلب بقى؟ جبنه عرب لاند اطعمه النص كيلو عامل 30 جنيه. النص كيلو عامل 30. واللي عامله زي الكيري. جبنه الكيري عندك الكيلو عامله 60 والنص عامل 30. 60 والنص عامل 30. طيب تمام. التونه. عندك اسعار التون عندك ماريو دي عامله 35 جنيه. دي قطع ولا مفتت؟ مفتت. نفس الكلام سانشاي. بالنسبه للقطع عامل معاكي 45 جنيه قطعه واحده. 45 جنيه قطعه واحده. الفول. الفول عامل 11 جنيه العلبه اي نوع من الانواع دي. 11 جنيه ده وزنه قد ايه؟ 400 جرام تقريبا. 400 جرام. وفي عندهم برضو عسل هنا. عسل وزارة الزراعة وعسل الوطنية. وزارة الزراعة. عسل وزارة الزراعة وعسل الوطنية ب 50 جنيه الكيلو.
السمنه البلدي برضو عندهم هنا الكيلو عامل كيلو الوطنيه ده من الوطنيه الكيلو عامل 100 السمنه البلدي تمام. هعرف لكم برضو اسعار الزيت اللي هو والزيت بقى الكبير اللي فوق. عندك الذره ال 2.5 عامل 250 والعباد عامل 180 2.5 برضه 2.5 وعندك ال 3 لتر عباد شمس صافي عامله 360 360. طيب وهديه ده هديه دي 2.5 كيلو عامل 180 2.5 كيلو عامل 180 طيب. الرز كده ده بكام؟ دي عندك الرز الكيلو عامله 30 جنيه الكيلو عامل 30 وعنده ده ما فيهوش كسر. في نوع تاني يا جماعه انتم ممكن تاخدوه مثلا للمحشي او حاجه اللي هو فيه الكسر ده ب 25 بس هو مسافه الرز والسكر ما بينزلوا بيخلصوا على طول. والسكر 27 جنيه الكيلو. ليكي قد ايه؟ والمواطن ليه كيسين بس عشان سكر. المواطن ليه كيسين تمام ب 27 جنيه الكيلو. وهنا دي العروض اللي انا قلتها لكم جوه. في برضه عندهم عروض للحمه والبانيه والفراخ وكده دي برضه اللي حابب ياخد سكرين. وهجيب لكم برضه اسعار اللحوم وهوريها لكم يعني قدام عينيكم برضه بالصوت والصوره زي ما بساعدكم معرفه الاسعار وانتوا قاعدين مكانكم. يا ريت تساعدوني باللايك والشير والاشتراك كومنت حلو منكم عشان يوصلكم مني كل جديد بامر الله. طيب معلش عايزين بقى نعرف اسعار برضه المكرونات. عندك المكرونه الكيلو عامله 30 جنيه الكيلو عامل 30 جنيه اللي هي لمتنا جميع الانواع دي عامل الكيلو 30 جنيه سواء فرن او خواتم او اللي هي طب وكايرو نفس السعر برضو الكيلو عامل 30 ايوه تمام. والسباكيتي برضو كله نفس السعر النص كيلو النص كيلو النص كيلو عامل 15 جنيه نص كيلو نص كيلو ولا 350 450 عامل كام؟ 15 عامل 15 جنيه تمام. جميع الانواع بتاعتها موجوده. طب المربى؟ المربى عندك الكيلو عامله 45 بشاير تمام. بالنسبه للحلواني الكيلو عامله 50 تمام. والنوتيلا اللي هي الصغيره ربع كيلو نص كيلو 45 الكيلو. تبدا معاكي عندك انواع عندك لوتس عندك شوكولاته بيضه عندك شوكولاته بني كلها سعر موحد 80 85 في الرينج ده تمام تمام. الطحينه عشان الفول بقى او دي حلاوه كلها حلاوه وعسل ما عندكش طحينه؟ لا لا لازم طحينه عشان الفول. كام طيب العسل البوادي؟ 35 جنيه الكيلو 35 جنيه الكيلو. والحلاوه؟ الحلاوه عندك البوادي اللي هي النص عامله معاكي 45 جنيه والربع عامله 25 طيب. والانواع دي الطاهر 800 جرام عامله معاكي 45 جنيه 45 جنيه قطعيمه سوداني شوكولاته بندق كله تمام. واللبن بقى اللبن عندك انواع 35 جنيه العبوه اللي هو ده ده ب 35 جنيه اللي هو العبوه اللتر ده ب 35. طيب واللي هو العبوه ده الاكياس 14 جنيه ده ب 14 جنيه ده بني ده ولا ايه؟ لا ده هوت شوكليت. كام الهوت شوكليت ده؟ الهوت شوكليت ده عامل 35 جنيه 35 جنيه تمام. انا كده جبت لكم الاسعار الصلصات احنا قلناها ايوه. طيب تمام انا كده جبت لكم الجزء ده كله عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. انتظروني في الجزء الثاني من الفيديو هجيب لكم اسعار اللحوم واللحمه المفرومه والفراخ برده بالصوت والصوره زي ما متعودين مني وبتفاصيل التفاصيل. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك اللي ما فعلش الجرس يفعله عشان لما الفيديو التالي ينزل بامر الله يجي له اشعار بيه. احنا قلنا الدقيق عامل معاكي الكيلو عامله 25 الدقيق الكيلو اهو. بصوا يعني انا بحاول اجيب لكم تفاصيل التفاصيل بالمكان زي كانكم متواجدين بالظبط. ده الكيلو عامل 25 صح؟ ايوه ده ب 32 في السوق تمام. انا كده نقلت لكم جوله اهي. انتظروني في الجزء الثاني بامر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.